لأول مرة من زمان جدا، لدرجة إن أنا مش فاكر من إمتى أشوف الناس مجتمعة على حالة السعادة والرضا عن أداء المنتخب الوطني. والموضوع ملوش علاقة الحقيقة لا بالأداء ولا بالنتيجة، ليه علاقة بإنك حسيت إنه دي شخصية منتخب مصر، هو ده المنتخب اللي إحنا عايزين نشوفه، هو ده الكورة اللي إحنا عايزين نلعبها، وده اللي ظهر بشكل واضح جدا تحديدا في ماتش ليبيا امبارح. يعني مش حتى ماتش القاهره الناس ما كانتش راضيه قوي، لكن امبارح اعتقد كان في اتفاق على اداء المنتخب المصري. الاهم انه يكون دي او نكون احنا لعبنا وقدمنا مستوانا الحقيقي، ما يكونش ده استثناء، ما تكونش حاله طفره وزي ما بيقولوا كده ترجع ريمه لعادتها القديمه. اعتقد زي ما قلت لكم انه مكاسب المباراه امبارح بتتخطى مش بس الثلاث نقاط اللي احنا فزنا بيهم ولا صدرت المجموعة اللي بقت خلاص تقريبا قريبة جدا من المنتخب المصري، لكن بتتخطى ده كمان لبعد حالة الضغط والتوتر اللي عاش فيها المنتخب وعاش فيها الأجهزة الفنية، سواء جهاز حسام البدري السابق أو جهاز كارلوس كيروش الحالي. وأعتقد ده يساعدنا أكتر عشان نحضر للي جاي. هنتكلم على المنتخب مصر وعلى مشواره وعلى كأس العالم، وبالتأكيد طبعا النادي الأهلي حاضر بما أنه خلاص على بعد ايام بسيطه جدا من ضربه البدايه في مشوار دوري ابطال افريقيا مع نجم كبير جدا من نجوم النادي الاهلي كابتن خالد جدالله اللي بيسعدنا ويشرفنا دايما في السادسه. مساء الخير يا كابتن خالد. مساء الخير يا احمد، اهلا وسهلا. بعتقد انه حضرتك بتشاركنا نفس حاله السعاده والرضا عن اداء المنتخب تحديدا بعد مباراه امبارح امام ليبيا واللي كسب فيها المنتخب بنتيجه 3-0. طبعا يعني احنا الحمد لله عرض كويس ونتيجه كويسه خارج ملعبك، كسبت بثلاث اهداف، ولكن انا ليالي تحفظ برضو الفرحه ما تبقاش كبيره قوي. ليه؟ لان لو قيمنا الفريق الليبي يمكن احنا ادينا له المنتخب الليبي ادينا له اكتر من حقه قبل الماتشات. هو فريق طبعا اخوه اشقاء، ولكن فريق يعني من الناحيه الفنيه هو متوسط. تمام. فبرضو الحمد لله ان احنا قدرنا نكسب الماتشين، نتصدر المجموعه دي، كلها مكاسب كبيره جدا. ولكن المرحلة اللي جاية والمباراة بإذن الله بعد ما نتصدر المجموعة ونلعب المباراة الحاسمة، لا لازم يكون ليها اعتبارات تانية. تأكيد. وتجهيز تاني. مظبوط. وأهم حاجة في القصة هو تغيير رتم اللعب بتاع اللعبة بتاعنا. احنا برضو رتم اللعب بتاعنا أنا بقول عليه رتم بتاع هو رتم السرعة بتاعت اللعب، سرعة التحرك سواء بكورة أو من غير كورة، ما وصلناش لدرجة المحترفين. وخلي بالك يا أحمد نقطة مهمة جدا، صلاح يمكن من أكتر الناس اللي هتعاني من حتة الريتم اللي أنا بتكلم عليها، إن الريتم مش سريع. صلاح واخد في الدوري الإنجليزي إن هو بيلعب كل حاجة بسرعة. الدوري الإنجليزي أي لعيب كورة الكورة بتقعد في رجله مش أكتر من 5 ثواني. ولازم يكون اتصرف فيها، فطبعا عشان يتصرف فيها يبقى لازم الناس بتتحرك برضو بسرعة. أيوة. عشان يلاقي حلول يقدر يباص الكورة. صلاح مش لاقي دي هنا. اللعب بطيء شوية، عشان كده يمكن مش قادر يتأقلم. صلاح ليفربول مش ظاهر مع منتخب مصر، والناس يمكن اتكلمت على ده في الماتشين. دي من أهم الأسباب، ومش صلاح بس، أوباميانج في الجابون. نفس مستوى صلاح ونفس الصورة اللي بيظهر بيها صلاح. أوباميانج مع منتخب الجابون نفس الكلام. مش قادر، مش لاقي نفسه. ليه؟ الريتم أبطأ من اللي هو متعود إن هو بيلعب عليه. وصلاح نفس الكلام. يمكن الكرة الوحيدة اللي صلاح امبارح لعبها بالريتم بتاعه اللي هو الثرو باس اللي ادى رمضان صبحي وجاب الجون، استلم مشي باصه على طول، مفيش في 3-4 ثواني. أيوه. انما لما الكره بتجيله وبيقف وبيستنى والناس ما حدش بيتحرك وبعدين عشان يلعب هو بيطلع بره المود بتاعه. طيب السؤال المهم هنا، الاداء اللي احنا شفناه امبارح، انا مدرك تماما ان مفيش اي مدير فني ممكن في ماتشين وفي اسبوعين ثلاثه حتى يقدر ينقل فكر وينقل ويحفظ طريقه ويكتشف قدرات لاعبته ويحط خطط مناسبه لكل، لكن في النهايه اللي احنا شفناه امبارح نقدر نقول ان احنا اعاده اكتشاف او بدايه اكتشاف لشخصيه وهويه المنتخب المصري اللي افتقدها لفترات طويله جدا، ولا الاداء جه بالصدفه نتيجه الظروف وسير المباراه ومستوى المنافس؟ لا، هو الاداء ما جاش بالصدفه. هو زي ما انت قلت الوقت قصير على كيروش ان احنا نقدر نحكم عليه كفكر واللعيبه بتنفذ فكره ولا لسه. ولكن اختياراته كويسه، رؤيته لامكانيات اللعيبه وتوظيفهم داخل الملعب. أيوه. واختياراته كلها سليمه بنسبه 95%. انا هقف مع اختياراته دي احطها بين قوسين كده، عشان اختياراته دي تحديدا كانت واحده من البوابات اللي فتحت عليه هجوم شديد جدا قبل الماتشين. ولكن بعد الماتشين اكيد الناس اقتنعت ان اختياراته. وبعدين هو الحاجه الكويسه فيه ايه؟ ان اللي هو اللي بيشوفه
مش زي الناس اللي بتشوفه. هو مش شرط ان المدير الفني اللي الناس كلها بتقوله يمشي عليه، لان اكيد هو ليه وجهه نظر تاني. تمام. بمعنى ايه؟ ان مثلا كيروش لو اي مدرب اي مدير فني غيره في مباراه امبارح، انا في كل الاستوديوهات التحليليه وكل الناس اللي اتكلمت على الماتش قال لك يلعب ثلاثه ديفندر في نص الملعب، طارق والسوليه ونين. مفيش الكلام ده. هو ما عندوش الكلام ده، ودي من الحاجات اللي عجبتني جدا فيه. لعب بنفس السيستم وبنفس النظام، وفي بلاي ميكر في نص الملعب موجود سواء بره او جوه. احنا عشان كده امبارح كسبنا، ان انت اديت انطباع للعيبه ان انت مش نازل عشان تدافع وعشان تخسر. انت كسبت هنا بالمجموعه دي، رحت ما غيرتش، الطريقه هي هي، اختياراتك هي هي، توظيف اللعيبه هو هو، تمام، قدرت ان انت توصل للجون وتجيب 3 اجوان. فهي الكره مش حفظ، احنا بره بلعب بره احط 3 ديفندر، لا، هي الكره مش كده. الناس الاجانب مقتنعين بحاجه، وهي الكره الحديثه هي كده. وانا معايا الكره بهاجم، وانا معيش الكره بدافع. ال10 لعيبه اللي موجودين في الملعب، سواء بلعب بقى في ملعبي او بلعب خارج ملعبي. وهو ده اللي عمله امبارح ونجح فيه بشكل كبير جدا. خلي بالك اللعيبه مقتنعه عشان بتادي بشكل كويس، فهي مقتنعه بفكر الراجل وبطريقه تفكيره. متفائل بيه انت كابتن خالد؟ انا هو مدرب كويس. مدرب كويس. طبعا. وانا اتمنى بس حته الريتم ان هي تتغير، وحته الريتم دي مسؤول فيها برضه اللعيبه. خلينا بقى متفقين، المنتخب عشان نروح للمستوى اللي بعده، يعني مع كامل التقدير والاحترام، مش بس منتخب ليبيا، كل المنتخبات اللي احنا لعبنا معايا سواء في تصفيات افريقيا او تصفيات كاس العالم، انت لسه ما قابلتش المنافس اللي تقدر تختبر وتقيس بيه الفرق الثقيله. الفرق الثقيله بالظبط. وده هيحصل في مارس اللي جاي، وهيحصل في افريقيا، ده ما فيش شك فيه. طيب، انا اتكلمت معاك عن كارلوس كيروش، هرجع مره ثانيه ليه وهرجع للعيبه، بس خلينا افكر برضو مشاهدينا بسؤال حلقتنا الموجود على السوشيال ميديا. مين من وجهه نظركم افضل لاعبي المنتخب اللي قدم مستوى كويس في المباراتين اللي واجهنا فيهم ليبيا؟ وبالتاكيد لازم نسمع راي كابتن خالد. والله اول في مفاجآت الاول في يعني عمر مرموش. مرموش طبعاً. من اختيار طبعا موفق جدا، والولد كويس، لعيب كويس وعنده امكانيات كويسه، وباذن الله مع الماتشات وكل ما هياخد على منتخب مصر هيأدي بشكل احسن بكتير جدا، ولكن مؤهلاته تؤهله ان هو يكون موجود. فده برضو عين كويسه من كيروش او اي حد من الجهاز الفني اللي هو استدعى عمر مرموش، لان هو كان موجود. وبعدين ده سنه اولمبي، ما شفناهوش في المنتخب الاولمبي حتى، يعني في المنتخب الاولمبي كان علامه استفهام كبيره، وفي منتخب مصر ما شفناهوش. وهو ده فرق بين اي مدير فني ومدير فني تاني. صحيح. العين بتوفر لك، العين لما بتكون اختياراتها مظبوطه توفر لك حاجات كتيره جدا، وقت، وتوفر لك نتائج، وتوفر لك نجاح، كل حاجه. في حد لا يستحق التواجد في منتخب مصر من وجهه نظرك، او ممكن يكون ليه بديل خارج القائمه من وجهه نظر كابتن خالد جد الله افضل في الفتره الحاليه؟ لا، يعني انا متهيألي المجموعه اللي موجوده بنسبه كبيره، لا، هم احسن ناس يكونوا موجودين. انا بس نفسي نلاقي برضو حد في نص الملعب كهاف باك ديفندر، وجه جديد يكون موجود، يبقى اضافه مع اللعيبه اللي موجودين. كابتن خالد يرشح مين؟ ارشح لعيب الجيش اسمه مهند لاشين. مهند لاشين لو ظهر بالصوره اللي لعب بيها قدام النادي الاهلي في ماتش السوبر، لان انا اعجبت بيه جدا، عمل ماتش هايل، مجهوده كبير جدا، توقيتاته في الدخول وفي قطع الكوره هايله. لعيب بيجري 90 دقيقه. فكل ما هنشوف، هي وظيفه اي مدير فني ان هو يقدم لك وجوه جديده. اصل احنا مش هنفضل يعني بنفس الناس، طب ما نزود شويه، يعني عندي 3 ديفندر، لما يبقوا 5 مفيش مشكله. صحيح. وبعدين دي هترجع بالفايده على المنتخب، ان انت هتختار احسن ناس بقى يعني. لا، وانا بيتهيألي كمان ان هو عنده اريحيه انه ما دخلش لسه في لعبه الانتماءات والجماهيريه. بالزبط. يعني هو بيشوف اللعيبه بعين كره قدم صرفه، مش داخل فيها اي ضغوط او اي انحيازات لاي شيء، ما بيحطش اي اعتبارات. بالزبط. غير اعتبارات فنيه. ودي اول حاجه، يعني اول خطوه توصلك للنجاح. انت هو بتلاقيه ما يعرفش ده بيلعب في الاهلي ولا في الزمالك ولا في الاسماعيلي، هو بيشوف وبيحكم وبيختار. انا عجباني عينه كويسه، اختياراته كويسه. الحته الثانيه تقييمه او تحليله لامكانيات الفريق الليبي. ما هو برضه قاس فرقه ليبيا كويس، عرف امكانياتها وعرف يتعامل معاها في الماتش الثاني بالذات، ان انت بتلعب بنهاجم 3 فراوده قدام، تحتيهم واحد بلاي ميكر، 2 ديفندر، يعني ما غيرش. فهو ما كانش خايف من مستوى الفريق الليبي،
والمدير الفني الناجح اللي هو دايما بيقيس امكانيات فرقته وامكانيات الفرقه اللي هيلعبها عشان يقدر يختار طريقه اللعب ويقدر يختار اللعيبه ويقدر يختار تشكيل اللعيبه. لو جيت اقول لحضرتك سريعا جدا يعني بدون الدخول في تفاصيل اهم الفوارق اللي لاحظتها في منتخب مصر تحت قياده حسام البدري وتحت قياده كارلوس كيروش. هو فارق واحد يعني اللعيبه في اقتناع بالمدرب اكتر من الاول. في اقتناع بفكر المدرب وامكانيات المدرب واسم المدرب ففي ارتياحيه في اللعب. اللعيبه بتلعب وهي مستريحه وهي مقتنعه ودي حاجه مهمه جدا. تقييمك لعبد الله السعيد في الماتشين؟ عبد الله يعني متوسط. متوسط. شايف في حد تاني لازم يدخل مع عبد الله في الفتره اللي جايه؟ طبعا لازم. ده لازم مش يعني دي ما فيهاش كلام. مش رفاهية يعني؟ لا مش رفاهية لأن عبد الله طبعا عبد الله من اللعيبة الكبار جدا موهبة كبيرة جدا ولكن عنده مشاكل في الوقت الحالي. أول حاجة وزنه يعني وزنه أول مش سنه لا وزن عبد الله. عبد الله لازم ينزل عن كده لأن هيستريح وهيحس إن هو فايق أكتر فلازم ينزل الوزن حتة الوزن بتاعت عبد الله السعيد. نمرة اتنين لازم يكون واحد تاني موجود في الحتة دي على أساس إن لما تيجي عبد الله ما تلاقيه مش قادر أو وحش أو بتاع يبقى عندك الحلول طالما أنت ارتضيت إن أنت يكون في صانع لعب يكون موجود وسط فرقتك يقدر يلعبك. أنا عندي الحلول لو هو ما لقاش أنا عندي الحل. على فكرة إنني أنا جيت معاك في حلقة قبل المنتخب الأولمبي لما كان هياخد لعيبة وقلت لك إنني يروح إنني من اللعيبة لأنه هو اشتغل معايا في وقت من 2010-2011 هو ومحمد صلاح وانا كنت ماسك المقاولية العربي انني من اللعيبه اللي كورتهم حلوه قوي قوي ويمكن عنده حاجات هو مش مكتشفها لسه في نفسه انني لو لعب في المكان ده هينجح بشكل كبير جدا وهيلعب الناس بشكل كويس جدا وبيشوط كويس جدا يعني انت مش هتفرقه عن عبد الله السعيد لو لعب تحت راس الحربه كبلاي ميكر متقدم. طيب عن اللي جاي ولأول مرة من فترة طويلة تبقى الأمور مرتاحة ويبقى في حالة هدوء ويبقى في حالة تفاؤل كمان باللي جاي عندنا وقت كويس نحضر تخلصنا من حالة الضغوط والتوتر وحسابات الأرقام. عندنا مرحلة مهمة جدا وصعبة جدا هنختبر فيها نقدر نقول مقياس حقيقي لاختبار قوة المنتخب المصري إزاي نحضر لها ونستعد لها وإزاي يستفيد كارلوس كيروش بيها ده سؤالي لحضرتك بس بعد ما نروح لفصل ونرجع على طول. مرة تانية برحب بحضراتكم برحب بنجمنا الكبير طبعا كابتن خالد جدالة مرة تانية أهلا بيك كابتن. أهلا بيك يا أحمد. سريعا جدا قبل ما أقفل صفحة المنتخب عندي سؤالين. السؤال الأول باللي جاي شايف إيه الطريقة الأمثل من وجهة نظر كابتن خالد اللي يحضر بيها المنتخب بقى في فترة خالية من الضغوط ووقت إلى حد ما أعتقد أنه كافي جدا للمدير الفني كارلوس كيروش أن يخش على الاختبارات اللي بجد سواء يعني أنا بعتبرش كأس العرب بطولة لأنه خصوصا كمان محترفين مش هيشاركوا فيها لكن اعتقد انه المحك الرئيسي هيبقى ده امم افريقيا وطبعا المواجهه المصيريه في مارس اللي جاي مع واحد من التسعة الكبار في افريقيا في محطه اخيره قبل الوصول لكاس العالم. هو من الواضح ان كيروش هو بيخطط للفتره اللي جايه بشكل كويس. اول حاجه طلب من اتحاد الكوره ان عايز الدوري يبقى فيه ثلاث جولات يتلعبوا. هو ليه طلب الكلام ده؟ عشان يتفرج على اكبر قدر من اللعيبه في هو لغايه دلوقتي ما اتفرجش. لا لسه يعني مش كله يعني اتفرج على يعني اتفرج على النادي الاهلي اتفرج على ماتش السوبر الاهلي طلع الجيش ما اتفرجش لا اقصد اقول ما شافش القماشه يعني لسه. يعني الراجل برضو الى حد كبير يعني هيختار طبقا للمعايير اللي هو حاططها او شايفها في احتياجاته للعيبه مش هيبقى مرتبط اكتر ده نادي جماهيري ده نجم شباك لا مش هيبقى مرتبط يعني بكده خالص هو هيختار اللعيبه اللي هتنجحه اللي هتنجحه وتنجح منتخب مصر بغض النظر بقى عن انتماءات اللعيبه ايه وبتلعب فين اي لعيب كويس شايف ان هو هيبقى اضافه هياخده لان هو بيفكر كده دايما يعني الاجانب ما عندهمش العاطفه هو عايز ينجح وعايز ينجح المنظومه اللي هو بيشتغل فيها اللي هي منتخب مصر وعامل عايز يعمل خطوه كويسه تنضاف للسي في بتاعه فهيستعين باي حد هينجحه فطبعا عايز اتفرج على اكبر كم من اللعيبه وواضح ان هو زي برضو انا ما قلت معاك في حلقات قبل كده ان هو عايز معسكرات عشان يشتغل قبل المواجهات وده لازم ده وضع طبيعي واحنا عانينا من القصه دي في الفتره اللي كان موجود فيها حسام ما كانش عنده الوقت او هو ما عملش معسكرات قبل اللقاءات فكان عشان كده الشكل ما كانش كويس فهو واضح ان هو بيحط برامج كويسه
لان برضو مدرب المنتخب اي واحد بيمسك منتخب لازم يبقى عارف الاجنده ايه ويخطط للخطوات اللي هو هيخطوها بشكل كويس، سواء من معسكرات، من مباريات وديه، من تدريبات، من وحدات تدريبيه، ده كل ده بيبقى التجهيز لغايه لما باذن الله نوصل للماتش اللي هو القوي اللي انت قلت عليه. طيب اللقطه اللي يمكن شغل الناس قوي ويمكن حتى كانت حديث الجمهور الكرة على السوشيال ميديا، لقطة الحضري والشناوي، شفتها ازاي كابتن خالد؟ وهل من الممكن انه، انا طبعا ما فيش شك انه يعني ما اعتقدش يعني ده تقديري، انه يبقى في نية مبيتة لا قدر الله انه اللي يبقى اللعيب بيلعب في المنتخب يتأذي، لكن ازاي شفت مشاركة الشناوي وتعرضه للإصابة؟ لأن يمكن قبل دخول حضرتك على طول احنا يمكن قلنا لجمهور النادي الأهلي على بشكل رسمي انه الشناوي هغيب عن الاهلي في فتره مهمه جدا، طبعا اتكلم في 4 أو 5 أسابيع. احنا يعني النادي الاهلي هو اللي هيدفع الفاتوره بتاعه الاصابه دي. مين هيحاسب على الفاتوره؟ طيب طبعا يعني هيغيب عننا في ماتشات مهمه جدا. ده ممكن حتى الثلاث ماتشات، يعني الماتشين بتوع افريقيا دول ممكن يغيب عنهم. هو هيغيب عنهم اكيد، والثلاث ماتشات بتوع الدوري ممكن برضو يغيب عنهم. ولكن بخبره محمد الشناوي والجهاز، انا ما ينفعش العب وانا حتى انا سمعت ان كان عنده تقل، بيشتكي من تقل في العظمه، والتقل ده بدايه الاصابه. يعني انا لما احس تقل في اي عضله من عضلات رجليه دي بدايه الاصابه. هو يبدو المعلومات اللي عندنا كابتن خالد انه محمد طلب ده بالفعل، هو طلب انه يعني انه ما يشاركش في المباراه، طلب انه ما يشاركش او قال انه هو بيشتكي من انه مش جاهز او يعني والجهاز لعبه. طب يعني هو ده السؤال بقى، هو ده اللي بساله، هل ده وارد؟ لا مش وارد. هل ده السيناريو وارد؟ لا لا لا. لو حصل كده ده مش في الكوره ولا في، يبقى يعني يبقى الناس بتشتغل، معلش سوري في الكلمه، مش فاهمه حاجه. لا ما ينفعش، انا الحارس الاساسي بتاعي بيشتكي، ما انا عندي، انا منتخب مصر، انا مش في نادي، انا عندي جوان ثانيه، طب ما انا اريحه، والمباراه برضو في المتناول، مش هي يعني، انما عشان ما اخسروش. وانما لو هو اشتكى وما كانش عايز يلعب والجهاز لعبه، لا دي ما تعديش كده يعني، النقطه دي ما تعديش كده خالص يعني. لان ده منتخب مصر وده احسن 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 جون في مصر، وبعدين احنا دلوقتي النادي الاهلي هو اللي هيدفع الفاتور يعني. طب تيجي ازاي يعني؟ هو بيشتكي وعنده تقل واتيفر عنده ايه، طالما اشتكى يبقى لازم يريح. ليه؟ لان عندك اجوان تانية والماتش مش تقيل قوي وهنعديه. اللي يسال فيها مين؟ الهيد كوتش يعني كله. كارلوس كيروش ولا كابتن عصام حمدي؟ لو وصلته المعلومه ان هو حاسس ان هو مش سليم او في حاجه بيشتكي منها، يبقى هو مسؤول. لو وصلته المعلومه، انها ممكن ما تكونش وصلته المعلومه، يبقى اللي وصل له المعلومه سواء كان بقى مدرب الحراس سواء اي حد ولاعبه، لا يبقى هو غلط غلط كبير جدا ينم ان ما فيش خبره. طيب انقل مع حضرتك على ملف الاهلي، عندنا كمان ايام قليله جدا، السبت اللي جاي تحديدا انطلاقه مشوار امام الحرس الوطني. في ناس كتير جدا مش عارف ليه يعني انا بالذات في افريقيا ما بحبش فكره استسهال الماتشات دي، لانه كمان التجارب علمتنا انه ما فيش في افريقيا خصم مهما كان حجمه واسمه ضعيف. لكن خلينا نقول ازاي بتشوف بدايه المشوار، وخصوصا انه في بعض الاخبار اللي الناس بتتكلم النهارده على موسيماني، على تجديد موسيماني، على اتفاقه مع اداره النادي الاهلي من عدم، وعلى وجود مفاوضات على بعض الشروط. هل شايف ان ده كله ممكن يكون له تاثير على المباراه بتاعت يوم السبت؟ لا لا، الحاجات دي ما بيكونش ليها تاثير خالص على لعيبه النادي الاهلي ولا النادي الاهلي على مدار التاريخ. يعني اي حاجه بتبقى على جنب كده فيها كلام بتاع بتتنسي طالما النادي الاهلي بياخد مباريات. ولكن زي ما انت قلت، موسيماني بقى نجم، يعني ما فيش ولا مدير فني بسمع اي خبر عنه في اي فرقه من فرق الدوري الممتاز. لكن مستر موسيماني نجم الاعلام. أيوة نجم الاعلام والله بجد. يعني طول النهار الناس بتتكلم عن موسيماني راح مش عارف فين، موسيماني جه منين، موسيماني هيجدد، موسيماني مش هيجدد، جاي له عرض، يعني طول النهار الناس بتتكلم على موسيماني. هو موجود والامور كلها هاديه وباذن الله كل حاجه هتمشي كويس. انت زي ما قلت ما فيش ماتش سهل بالذات فعلا في افريقيا، حتى لو فرقه النيجر الحرس الوطني من الناحيه الفنيه قليله. ولكن هناك مؤثرات تقلقك. سوء ارضيه حاله الملعب، ملعب سيء جدا، ملعب سيء جدا، الحكم ممكن برضه يقلقك. يعني فما فيش ماتش سهل. لازم نخلي بالنا ولازم يبقى اللعيبه في قمه التركيز عشان باذن الله نعدي الماتشين دول. الاهلي عنده بدايه موسم، يعني انت بتلعب ماتشين في افريقيا رايح جاي، هنروح النيجر وبعد كده فرقه الحرس الوطني الجنه هنا في القاهره، وبعد كده تخش في بدايه موسم بقى
تلعب ثلاث ماتشات في منتهى القوه، وان كان طبعا يعني غياب الشناوي عنهم، اعتقد الشناوي برضو يعني مصدر قوه كبيره جدا في فرقه الاهلي. هتبتدي مع الاسماعيلي ثم البنك الاهلي ثم الزمالك، ازاي بتشوف البدايه في الموسم ده، وخصوصا بعد طبعا التدعيمات اللي عملها النادي الاهلي في السكواد بتاعته؟ لا يعني باذن الله بدايه، انا ببقى سعيد قوي بالماتشات الجامده. يعني ليه؟ لان دي بيبقى لو اكتستها وكسبتها ده بيبقى بتحط رجلك ان انت تكسب بطوله الدوري. فانا اتمنى ان اول 7-8 اسابيع يبقوا مع فرق جامده، يعني اسماعيلي فريق قوي، بنك اهلي، زمالك، لو عدينا الثلاث ماتشات دول وقدرنا نكسبهم بيدوك اولا ثقه كبيره جدا، نمره 2 بتحط رجلك ان انت ماشي على الخط المظبوط ان انت تكسب البطوله اللي فقدناها السنه اللي فاتت. طيب عايز اتكلم مع حضرتك كوره شويه، يعني هسيب شويه حته النتائج والارقام والبطولات. تمام، احنا الجمهور الاهلي بنسبه كبيره جدا الاغلبيه الكاسحه راضيه جدا جدا بما انجزه مستر موسيماني مع الاهلي في السنه الاخيره على مدار الموسمين، يعني سواء البطولتين بتوع افريقيا، مشوارنا في كاس عالم، دوري وكاس، سوبر افريقيا. لكن على مستوى الكوره، كابتن خالد جدالله مستني ايه من فرقه النادي الاهلي تحت قياده موسيماني في الموسم اللي جاي؟ على مستوى الاداء، على مستوى المتعه، على مستوى اللعب نفسه. احنا دايما عايزين نشوف فرقه النادي الاهلي بتلعب كره حلوه وبنكسب وبناخد بطولات. يعني احنا يمكن طماعين شويه. أيوة. وجمهور النادي الاهلي طماع شويه، بيبقى عايز الثلاث حاجات، عايز بطوله، اي بطوله بتشترك فيها عايز نكسبها. وانا كمان منهم، انا من الجمهور دلوقتي. تمام. يعني نمره 2 عايز عرض كويس تبقى مبسوط بالاداء، سواء كان الاداء على المستوى الفردي او الجماعي. نمره 3 ان انت تكسب. فانا اتمنى السنه دي باذن الله تعالى ان اللعيبه تتعلم من البطولتين اللي خسرناهم اللي زعلونا جدا، لان احنا مثلا بطوله الدوري اللي فات خسرناها في 3 ماتشات. في 3 ماتشات بالظبط، يعني اخر 3 ماتشات خسرناها. بطوله السوبر برضو خسرناها. فاتمنى ان كل ماتش من اول دقيقه لاخر دقيقه يلعبوا بتركيز عالي جدا، يلعبوا بالريتم بتاع النادي الاهلي، لان النادي الاهلي لما بيفقد رتم السرعه بتاعه بيبقى زيه زي اي فرقه. أيوه. دايما على مدار التاريخ اللي بيفرق النادي الاهلي وفرق النادي الاهلي حتى في كل الالعاب هو السرعه والريتم السريع. ما حدش يقدر يجاريك لو انت لعبت كده، ما حدش هيقدر يجاريك على مستوى الدوري. ما فيش فرقه تقدر تجاريك، ولكن لما الريتم بيقل ونوصل لمرحله التروت والجري الخفيف والكلام ده، لا بتبقى زيك زي اي فرقه. فاتمنى من اول بطوله الدوري لما تبتدي لعيبه النادي الاهلي تعتبر ان اول ماتش في الدوري هو نهائي الدوري. كل ماتش يلعبوه كده. ليه بتكلم اللعيبه بس يا كابتن خالد؟ ما هو اللعيبه ليه مش بتكلم مستر موسيماني؟ لا، مستر موسيماني من المدربين الهايلين، مدير فني هايل، ولكن مش موسيماني بس، اي مدير فني بيرتبط نجاحه باقدام اللاعبين وبدرجه تنفيذ اللعيبه جوه الملعب. انت ممكن كمدير فني تقول كل حاجه، وبعدين قصه المدير الفني، المدير الفني ما بيقولش، بيقول خطوط عريضه لاي ماتش من الماتشات. لعيب الكوره جوه الملعب هو بيبقى عنده بقى حريه الاختيار في القرارات اللي بيختارها جوه الملعب، ولكن في خطوط عريضه من ناحيه طريقه اللعب، من ناحيه خطه اللعب، من ناحيه الريتم، كل الكلام ده بيتحط من قبل المدير الفني، ولكن مين اللي بينفذ؟ اللعيبه. فانا دايما اقول ايه؟ في النجاح مدير الفني انا اديله 40%، لعيبه اديها 60%. أيوة. في الفشل نفس الكلام، لعيبه 60% ومدير فني، لان هم 40%، لان هم اللي بينفذوا وهم اللي جوه اللي هم في الملعب. ليه؟ لان كره القدم ما فيهاش ثوابت. المواقف اللي بيتعرض لها اللعيب جوه الملعب كل ثانيه دي مواقف متغيره. فما ان ما كانتش القرارات اللي هو بياخدها قرارات مظبوطه من خلال الخطوط العريضه اللي حاططها المدير الفني، يبقى هو يتحمل مسؤوليه. رايك في صفقات الاهلي الجديده، ومين الصفقات اللي كابتن خالد جدالله مستني انها تعمل فارق مع الاهلي في الموسم الجديد؟ كلهم على فكره الصفقه، يعني حسام حسن بس لازم يدوس على نفسه شويه. ايوه. وانا يمكن برضو كنت معاك في حلقه قبل كده قلنا على احمد عبد القادر وعلى عمار حمدي، قلت ان اللعب في وسط فرق
مثلا في سموحه والاتحاد السكندري لما هتلعب قدام فرق تانية في الدوري الدنيا المساحات بتبقى مفتوحه والماتشات بتبقى الاجريشن بيبقى اعلى بالظبط غير لما تلعب قدام مع النادي الاهلي كل الفرق بتلعب قدامك ديفنس جيم تمام مش هتلاقي المساحات فمحتاجه بقى تركيز اكتر مجهود اكتر صفات اراديه بشكل كبير جدا يبقى عندي اراده وعندي فكل اللعيبه الجداد صفقات لازم تتحط على تعرف الكلام ده وتنفذ حسام حسن مهاجم هايل وهداف هايل وراس حربه هايل هيبقى مع محمد شريف اضافه كبيره جدا بيرسي تاو اللعيب الثاني ميكي سوني لعيب كويس قوي على فكره ميكي سوني ده شفته اتفرجت عليه اتفرجت عليه بس انا برضو من وجهه نظري هو ما لعبش على الجناب ما عندوش المقومات انه يلعب ناحيه الشمال او ناحيه اليمين عايز يلعب في العمق بالظبط يعني يبقى هو مع قفشه ايوه هو مع قفشه كويس يلعب عندك الحله قفشه شويه هو في الحته دي هيبقى كويس لان هو كورته كويسه مساحه الرؤيه بالنسبه لعينيه بيبقى كاشف مساحات كبيره جدا في الملعب انما ما عندوش سرعه على الاطراف ما عندوش فانت ما تحطوش على الطرف لان الطرف ده ليه مقومات لازم ابقى سريع ولازم اقدر عندي ان انا ازاي اروح وافوت واعمل كروس هو ما عندوش الحته دي انما كورته كويسه وبيعرف يباصي الكوره كويس في المساحات اللي المفروض الكوره تلعب فيها فطبعا هتبقى اضافات كويسه. متوقع شكل المنافسه على البطوله السنه دي تبقى ازاي يا كابتن خالد على الدوري تحديدا؟ هترجع للاعيبتنا. لو الكلام اللي انا قلته ده اتعمل من اول ماتش صدقني مش هيبقى فيه منافسه. مش هيبقى فيه منافسه يعني رتم عالي سرعه في الاداء تركيز صفات اراديه وسمات اراديه عاليه جدا يعني ايه يعني اي كره مشتركه انا بخش اخدها لانها لعيب النادي الاهلي ولابس فانيله النادي الاهلي لو الكلام ده حصل مفيش منافسه أيوه. مش هيبقى في منافسه بمناسبه الكلام عن الدوري السنه دي اول مره تتعمل بطوله تحت يعني مظله رابطه الانديه ويمكن شفنا القرعه النهارده يعني اعتقد انها بدايه مبشره تقول ان في اختلاف ايه المطلوب من الرابطه السنه دي عشان يكون موسم ناجح وتكون بطولة الدوري بطولة في المكان اللي تستحقها يعني كابتن خالد انتظام المسابقة يعني من هتبتدي امتى وتخلص امتى طبعا دي عملية صعبة جدا في ظل الارتباطات ولكن احنا نأمل ان ده يحصل نمرة اتنين شفنا موضوع يعني هم عايزين يعملوا حاجات كويسة موضوع البث التلفزيوني والاتش دي والحاجات الجمهور موجود ألف لكل فرقة فدي من الحاجات الكويسة أنا أتمنى هم عايزين يعملوا حاجات كويسة أتمنى أن الظروف تساعدهم أن هم ينجحوا وأتمنى أن مستوى الدوري المصري نشوفه أحسن برضو من السنين اللي فاتت أيوة. الحاجات اللي مش عايز تشوفها بتتكرر من الموسم اللي فات يعني السنة اللي فاتت كان في كلام كتير جدا على عدد من السلبيات في البطولة إيه اللي كابتن خادم يحبش يشوفه بيحصل السنة دي أو يتكرر مرة تانية التوقفات اللي ملهاش لازمة السنة الجاية كلها توقفات يا كابتن خالد نبقى عارفينها تبقى يبقى معمول حسابها اخطاء التحكيم فعلا عادي الحكام بشر مفيش حد ما بيغلطش ولكن برضو ليها ليميت يعني انت بتقول التحكيم شغال انا متفائل جدا بوجود الكابتن عصام عبد الفتاح صحيح لانه من الناس المحترمه جدا وفاهم جدا وعنده ضمير وبيشتغل وبيبتكر فدي من الحاجات اللي تطمني لان انا عارفه فاتمنى باذن الله ان التحكيم يكون فيه استقرار وحكامنا اللي احنا دايما بنعتز بيهم يكونوا برضو ايه على قدر المسؤوليه والاخطاء تبقى قليله شويه. هرجع تاني لفرقه النادي الاهلي وكنا بنتكلم على الكوره وتطوير الاداء وحضرتك قلت اتكلمت على الايقاع والريتم. ناس كتير جدا بتاخد على او كانت بتاخد على مستر موسيماني ودي نقطه كانت برضو ناس بتشوفها ايجابيه فكره انه الاهلي بيغير طريقه لعبه دايما على حسب المنافس. ناس شايفه انه الامكانيات او الاسماء اللي اتضافت على فرقه النادي الاهلي تسمح له انه يرجعنا لزمن الكره الهجوميه بصرف النظر عن اسم المنافس. مع الفكر ده وهل انت مع انه الاهلي مفترض انه الموسم الجديد يغير من طريقه لعبه اللي كانت بتميل اكتر ناحيه التامين الدفاعي كان بيبقى فيها تحفظ نوعا ما، كانت الكره الهجوميه الشامله بتاعه النادي الاهلي مش واضحه فيها بشكل كامل؟ لا احنا ما عندناش عذر ان احنا ما نلعبش كره هجوميه، ده احنا لازم نلعب كره هجوميه لان انت عندك من الامكانيات لعيبتك من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر بس عشان تلعب كره هجوميه وتبقى مؤثر لازم الحاجات اللي انا اتكلمت فيها بلعب بسرعه مفيش بساط بالعرض كتير ولا بساط ورا الباص لقدام معنى كلمه الباص لقدام يبقى لازم التحرك لقدام
لازم الناس المهاجمين تتحرك خلف المدافعين عشان يبان خطورتهم، ما يسقطوش كتير، واللعب اللي هو العشوائي السلبي اللي ملوش يبقى لازمه. يعني انا بقول دايما عايزين نبقى فرقه اجريسيف شويه في الهجوم واجريسيف شويه في الدفاع. تتوقع ان الفتره اللي بين الموسمين كانت كافيه؟ بفتكر ان احنا لسنين طويله جدا كان الاهلي دايما قبل الموسم يعمل معسكر بره ويلعب مع فريق بره، مره مش عارف في المانيا ومره في انجلترا ومره في النمسا ومره في اسبانيا. وطبعا لظروف كتيره جدا ده ما بقاش بيحصل، حتى المواسم بقت تقريبا متلاحمه مع بعضها. هل شايف انه الفتره اللي فاتت دي كانت كافيه لمستر موسيماني انه يعمل فتره استعداد ويحضر الفرقه الموسم الجديد ويدخل العناصر؟ انت داخل عندك عدد مش قليل، يعني بتتكلم على 2 افارقه، كريم وحسام حسن من جوه، عدد من المعارين رجعوا للفرقه مره تانية، فبتتكلم على فرقه تانية دخلت، قدر يدخلهم او يستغل الفتره دي في انه يدخل اللعيبه دي في 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 نسيج او في قماش النادي الاهلي؟ هي الفتره كافيه جدا، والمفروض ان هم كل اللعيبه الجديده مع اللعيبه القدام مع اللعيبه الصغيره يكونوا دخلوا كلهم في بوتقه واحده. مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن طبعا محمود الخطيب عمل كل حاجه، تدعيمات جاب مع فرقه اساسا مش محتاجه تدعيمات، ولكن احنا مجلس اداره شايف والكابتن محمود شايف ان لا ندعم عشان الاحسن. ايوه اللي فاضل دلوقتي اللعيبه، لعيبه زي ما قلت تاني، رتم عالي، سرعه، سمات اراديه على مستوى عالي، اي كره مشتركه ناخدها، نهاجم كويس جدا، نضغط اي فرقه على مستوى الدوري المحلي في نص ملعبها، لان مفيش انا من وجهه نظري مفيش فرقه تقلقنا. مفيش. وبعدين دلوقتي الكوره مفيهاش مفاجآت، احنا زمان على ايامنا ممكن كان في مفاجآت، يعني ممكن ليه؟ لان كان في لعيبه كتيره كويسه في العديد من الفرق. دلوقتي الميزان الفني واضح، بس هو مرتبط بينا احنا، احنا هنبقى كويسين وعايزين، ما حدش هيقف. مفيش فرقه تقلنا محليا على المستوى المحلي؟ لا لا خالص. طب وافريقيا؟ افريقيا ممكن، مفيش برضه، بس ممكن في المراحل الاخيره ممكن ان انت تبتدي بقى تفكر وتبتدي تشوف اللي قدامك عامل ازاي، ولكن على المستوى المحلي معلش انا يمكن احنا ممكن ناخد الدوري ده بعد يعني ماتشين ثلاثه من الدور الاولاني. تشكيل امثل من وجهه نظر كابتن خالد جلال؟ التشكيل الامثل والله مين هيقعد ومين هيلعب اساسي، مين ورقه رابحه عندك؟ كلهم ممكن يلعبوا، كله يعني ما فيش اسماء. احنا عندنا امكانيات ولاعيبه كويسه جدا جدا، بس هي بتفرق بقى على حاله كل واحد من الاهلاويه. النهارده قاعد بيقول التشكيل الاساسي من وجهه نظره ما ينفعش. بس دي بتبقى تكهنات كده لذيذه يعني عشان يبقى التسليه، ولكن حاله كل لعيب في الوقت ده ايه؟ مين اللي بيعرف الكلام ده؟ المدير الفني هو اللي بيمرن، وهو اللي شايف، وهو اللي بيقيم كل لعيب واصل لغايه فين، فما نقدرش نقول. ولكن لعيبه النادي الاهلي كلهم يستطيعوا ان هم يبتدوا اي ماتش. وبيتهيالي انه الاضافات اللي عملتها الاداره مع الفريق دي يعني هتسخن الدنيا شويه، يعني هتخلي المنافسه بين اللعيبه واللي في نفس المركز بيلعبوا مع بعض هتبقى اعلى، وده هيصب في مصلحه الفريق. طبعا. طيب تتابع معانا اختيارات الناس لافضل لعيبه؟ انت ما اخترتناش اسم يا كابتن خالد. انا قلت عمر مرموش في الماتش الاولاني. في الاولاني الماتش الثاني يمكن ممكن احمد فتوح. طيب نروح لتعليقات الناس ونشوف اختاروا مين. تالين حمدين اختارت محمد النني، اشدت بيه. طبعا لعيب كويس. بمناسبه النني وانه اتدرب مع حضرتك، تنصحه بانه يكمل في انجلترا ولا الافضل ليه يعني يقبل العروض اللي جايه له؟ من جاله عروض من تركيا مثلا؟ او انا اهم حاجه بالنسبه لي ان هو يلعب. يعني المكان اللي هيلعب فيه باستمرار يروح. طيب نروح لميرو احمد مرموش، لكن لعبه فردي جدا، بس احلى انه اخذ فرصه واثبت نفسه في مركز الجناح الايسر. فتوح، اكرم، صلاح، في رجوع الروح والالتفاف حوالين المنتخب واللعيبه وكلامه الدايم معاهم والنصايح بجد. بمناسبه صلاح والنني وكارلوس كيروش، يعني نتكلم على برضو اسم زي ما حضرتك ذكرت، اسم كبير يعني، وتولى مسؤوليه منتخبات كبيره جدا وانديه، اشتغل في انديه من اكبر انديه العالم. لو بتوجه نصيحه للعيبه ازاي تستفيد من رصيد الخبرات هنا، سواء لعيبه زي صلاح والنني او مدير فني زي كارلوس كيروش؟ ان طبعا كل الملاحظات اللي هيقولوها بالنسبه لصلاح والنني، يعني الناس محترفين بيلعبوا على
مستوى عالي جدا، لازم ينقلوا خبراتهم للعيبه بتاعتنا، ودايما الخبره بتتنقل لما انا بقى عايز اجري ورا الحاجه يعني. مش عيب ان انا اروح اتكلم مع صلاح في اي حاجه، مع النني، بحيث ان هم يقولوا لي على اي حاجه. بالنسبه لكيروش نفس الكلام، مدرب كبير لازم يستفيدوا منه ومن خبراته يعني. طيب عندنا السيد الشافعي، والله كلهم رجاله وافضلهم اكرم توفيق. واحمد رشوار متفق مع السيد وبيقول اكرم توفيق ما شاء الله عليه. ومعانا لولي برضو، اكرم توفيق، رمضان صبحي، والنني بصراحه. طب هنا عندنا حاله اجماع على اكرم. محمد نصر كمان مكمل اكرم توفيق، عبد العزيز الخشن، محمد صلاح، اكرم توفيق، رمضان صبحي، واكرامي المصري مختار اكرم توفيق. لا ده في اجماع على اكرم توفيق. لعيب هايل طبعا. طبعا عندنا كمان، خلينا نكمل، ده في حبايبك كتير يا اكرم. عبدو عز الدين مختار اكرم توفيق، ربي يحفظكم، من طاهر ابو زيد الاهلاوي. النسر الطاهر، اكرم توفيق بسم الله ما شاء الله، هو رجل المباراه الاول. اكرم من اللعيبه اللي هايله وعندها اراده كبيره جدا، بيلعب في مكان مش مركزه واجاد فيه بشكل كبير جدا على المستوى الهجومي والدفاعي، فدي حاجه ترجع له، لان هو لعيب جدع وراجل، وجوه الملعب بيبذل اقصى جهد عنده، فهو اثبت نفسه في المكان ده. النهارده كابتن خطيب وهو بيكرم لاعيبه السله قال انه يعني هو بيكلمهم، قال لهم الابطال اول ما بيخلصوا ويتوجوا ويحققوا بطوله، ده بالنسبه لهم مش نهايه المشوار، ده بدايه مشوار بطوله جديده. وهو بيقول كلمته، قال كلمتين اتمنى الحقيقه كمان، انه يمكن وانا بتكلم مع حضرتك افتكرتهم، انه اهم حاجه في لعيبه الاهلي اللي بتميزهم طول العمر على مدار التاريخ في كل اللعبات الروح والقلب. بتهيألي دول لو موجودين في بدايه الموسم الجاي فرقه الاهلي قادره على انها تحقق كل الالقاب. كابتن خالد، طبعا كلام الكابتن خطيب مظبوط 100%، واللي بيتابع فرقه الباسكت بتاعتنا، لان انا بتابعها السنة اللي فاتت حاجة، والمنظر اللي شفناه حاجة تانية، تغيير مدرب، ودي قيمة المدرب الكويس. خد بالك يعني أوجوستي دي مدرب كويس جدا، غير الفرقة، غير العناصر، اللعيبة عندها دوافع ما كانتش موجودة قبل كده. وبرضو نجاح أي مدير فني إن هو إزاي يستنفر الدوافع ويجيب دوافع جديدة بالنسبة للعيبة، ويستنفر طاقتهم يطلع أحسن حاجة. وده اللي قاله الكابتن محمود الخطيب، إحنا طول عمرنا على مدار الأجيال اللي بيفرقنا عن اي حد الروح والاراده والرغبه في الفوز، وزي يعني زي الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. فانا اتمنى فرقه الباسكت السنه دي باذن الله من بطوله لبطوله باذن الله. ونتمنى كمان مستر موسيماني ينجح في ده مع الاهلي في موسم اول مكتمل، يعني لاول مره بتجيله فرصه انه يبقى عنده فتره اعداد، يختار لاعبين، يتعرف على القماشه اللي موجوده معاه على مدار سنه كامله، وبالتالي بتهيألي المقدمات تقول انه واخد فرصته كامله في الموسم اللي جاي، وان شاء الله يقدم كره كويسه باذن الله. وباذن الله تكون كل البطولات باذن الله في دولاب النادي الاهلي السنه ان شاء الله. باذن الله يا رب العالمين ان شاء الله. مبروك الفوز لمنتخب مصر، ومبروك الصداره باذن الله والتاهل للمرحله الثانيه من التصفيات، وكل التوفيق لنجوم النادي الاهلي في بدايه مشوارهم ان شاء الله يوم السبت اللي جاي في مشوار دوري الابطال. بشكر طبعا نجمنا النهارده كابتن خالد جد الله، شرفتنا ونورتنا واسعدتنا كابتن خالد. شرف ليا، شكرا، الف شكر. وبشكر حضراتكم على المتابعه، ونتقابل بكره حلقه العالمي بقى السادسه بكره ان شاء الله، تغطيه لدوري امم اوروبا والماتشات المنتظره جدا، مواجهات ناريه في الشامبيونز ليج، هنتابعها مع حضراتكم في حلقه بكره ان شاء الله. تحياتي لكل جماهير الاهلي اللي تابعتنا النهارده.